ужа, cum o se vrea. Acum să-i dea cimă, să deci. Să ce marchei. Bună seara, ragazzi, niciun zec, niciun nad, niciun marhaba bikum vlog jdid. Moi mliuma hna Milano مع أسامة أحسن بسيكولوج أحسن بسيكولوج في العالم. اليوم كاين الماتش ديال أسي ميلان روما. يكون ماتش نار نار يا حبيبي نار. المهم غنمشيو وغنعيشو الأجواء كواليس وما إلى ذلك. ملعب السان سيرو. ملعب السان سيرو أو كما يحلو للبعض تسميته جوزيبي مياتسا. غنمشيو نشدو المترو أون بيتو بار فافوري غراسي بوستو. سانتي البلبالة غنبلبلوها في سان سيرو اليوم. بونا سيرا كتسمع شي حاجة؟ اسمع 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 ترى جاي شي ثلاث سنين ما تخش شي آخر ماتش ليا في الفينال ديال تشامبيونز ليغ في الرباط. لا 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 تقريبا شي 40 دقيقة باش يبدا الماتش. المهم الناس راه بداو كيدخلوا للتيران، شي داخل شي باقي شاد الصف. حنا مازال غنضربوا واحد الدويرة خف نزربل ونشوفوا شنو جارينا خارج الشيران وما إلى ذلك. هذه هي الدخلة ديال كورفا سود ديال الميلان. باب 14. معالجه 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 تمامنا. حنا كنتسناو الدخول الى ملعب السان سيرو في هذه اللحظات. حنايا في الصف كنتحضروا الدور ديالنا باش ندخلوا نشوفوا الاجواء داخل الملعب. هذا واحد الاحساس ديال شحال ما كتدخل التيران ومن بعد عاوتاني كتجيك فرصه وكتدخل التيران. الادرينالين راح يحسوا بها اللي عنده الفيز ديال التيرانات. Now it's a big green pass. Avanti! نشريو باش نشدو الدخله ديال اللعابه ومسائل وما الى ذلك. هل انتم مستعدون؟ السيتوري ديال الاوسبيتال هادو هما روما. سيداتي انستي سادتي، المباراة اليوم ستكون صعبة بحكم ميلان تعثر ثلاث مقابلات متتالية ملعب سان سيرو أمام ساسولو وأمام ليفربول في الشامبيونز ليج وأمام نابولي. كتيبة بيولي تسعى اليوم الظفر بثلاث نقاط بملعب سان سيرو للتقرب من المتصدر النيراتسوني. هاو مورينو هاو ما غيرتاحش ما غيرتاحش هو اصلا ما كيرتاحش. هز بابا هز دخل جبد الحال برد. دابا راه ضاغطين عليهم فهمتي في هاد ربع ساعة الأولى بغاو يصبقوا لهم شي بيت. بصي الأربيط الاربيط مشى للفار
العربيات مشان الفار كاين شي حاجه. ضربه جزاء لصالح الميلان غيمشي ليها اوليفي تشيرو. دقيقة 8-1-0 ماتش سعل. كانت محاولة صعبة صعبة صعبة. بعد ما ماركات ميلان بيت تاني شوية وريتهم فاش كان غادي الماتش شوية غادي كينزل. واحد ماتش دابا غيشعل. تبلبلات ناري مورينيو تدخل. ناري مورينيو سقط والدي صافي شعلات. Yeah.
كانوا متكين عليه، ولكن جول ديال ميلان وين راه تشوف ماي جول ديال الميلان عشان تشوف شي جديد كوارث ديال زمان بزاف. شوف ما ندموش اصلا هما ما ندموش على لا فهمتش من باعوا ديال النار باعوا بسبب ديال الفلوس جابوها اللي طلع عليهم بطاطا. ميلان غايديروا شونجمون دابا كورفاسو 90 دقيقة ما كيسكتوش. هنا صبتو رهيب بالجهة الشمالية وادا محاولة ثانية على التوالي تضيع من فريق سي ميلان. ضغط رهيب من جانب لاسي ميلان. ابراهيموفيتش كيسخن هذا ثلاث تغييرات صفوف اسي روما. دخول الشعراوي تحت تصفيقات جماهير الميلان ان لاعب سابق لصفوف الميلان. حماس رهيب بالمدرج الجنوبي. كانت خطيرة كانت خطيرة. دابا ابراهيموفيتش وخروج اوليفي جيرو تحت تصفيقات قول ابراهيموفيتش. خروج اليساندرو فلورنسي لاعب السابق روما. عمي دار لي الطياره بهذا الماتش انا نصفع هو. عمي خاصك تمشي ليه صراحه خاصك تمشي مع الكورباسو. هو غير اياه الله يرضي عليك. شو الله يتخواو تحت بالرب. شو الله يتخواو يا ودخول دانييل مالديني. Yeah.
الناس لعربة شحال زاد. خلقت الشوارع اليوم الله اليوم بابا 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 وزلطان زلطان يود ان يختم الصراط بهدف الرابعة ثاني زلطان ضيعت يا زلطان ماذا ضيعت يا زلطان نهاية المباراة بفوز الميلان بثلاث أهداف لواحد. يلا خرجنا من ملعب سان سيرو. داس مقابلة رائعة أجواء جد شمشاء. كان شاط ديال بصح داز مع زوين نشكر اسامه اللي جا اللي فهم شي ونسنا في هذا الماتش هذا وخلقنا حنا وياه انسيامو كيف العاده المهم ما تنساوش تدوزوا عند خونا اسامه راه كيدير فيديوهات بسيكولوجيه وما الى ذلك المهم نخلي لكم انستغرام ديالو تحت دوزوا عنده تهلاو فيه عائله انسيامو كيف العاده لا ما تكيدويش عليه ما تنساوش ديروا جيم بارطاج ابوني وداك الحاله وما الى ذلك قدام سان سيرو تهلاو ليا فراسكم الله يسهل الجميع وهذا اللي دارتي بيس